بسم الله، معكم معتصم محمد من اتعلم اونلاين. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسله تصميم سيلز داشبورد في مايكروسوفت اكسل زي اللي احنا شايفينها قدامنا. الفيديوهات اللي فاتت اتعرفنا فيها على ازاي نصمم ثلاث عناصر من التشارت اللي هي الكنترولز والكي بي اي او التشارت اللي هي على مستوى الشهور. في درس النهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل التشارت الثانيه اللي هي على مستوى المحافظات. لو جينا هنا للبيانات بتاعتنا او الشيت بتاعت التطبيق عندنا، وجيت في شيت كالك وجيت هنا خدت الجزء ده كله كوبي كنترول وسي من غير التوتال كنترول وسي، وجيت هنا قلت له كنترول وفي. بعد كده همسح الشهور دي واحط مكانها المحافظات. هجيب المحافظات ازاي؟ هاجي هنا من الشيء بتاع داتا واجي اعمل سيليكت على العمود بتاع المحافظات من غير الهيدر، ابتديت من الصف الثاني كنترول وسي، اجي في الشيء بتاع كالك واجي هنا على جنب بيست فاليو، بعد كده داتا ريموف دوبلكيتس واقول له اوكي. هيقول لي انت عندك 12 يونيك فاليو، اقول له اوكي. دي كده المحافظات اللي انا شغال فيها، خدها كنترول وسي وارميها هنا كنترول وفي وامسح القيم دي ديليت. واجي بعد كده هنا المعادلات بتاعتي انا عايز اعدلها. المعادلات هنا بتقول ايه؟ لو دوست اف 2 هتلاقي ان هو هنا بيجمع بمعلومية التيبل سيلز عمود مانث وبياخد هنا اسم المحافظة جيزة. انا كل اللي انا هعمله في المعادلات دي كلها ان انا هعدل العمود اللي هو تيبل سيلز مانث اخليه تيبل سيلز جفرن ريت. ادي العمود بتاع جفرن ريت، بدل ما هو بيقرا من المانث اخليه يقرا من الجفرن ريت. اجي هنا اف 2 والتعديل هيبقى سهل جدا، انا بستخدم التيبلز. هحط الماوس قبل الحرف الام بتاع مانس واكتب اسم العمود اللي انا عايز اتعامل معاه اللي هو جفرنريت جي او من غير الاو، حتى هيجيب لي كل الفيلز اللي بتبدا بحرف الجي. ادوس تاب هلاقي ان هو عمل تبديل لكلمه مانس او عمود مانس للعمود بتاع جفرنريت. ادوس تاب كمان مره عشان افعل المعادله، تلاقي هنا ان هو جاب لي نتيجه او قيمه المبيعات اللي انا عملتها في المحافظه اللي انا واقف فيها اللي هي الجيزه دلوقتي. هكرر نفس الخطوه دي على بقيت العناصر اللي عندي اف 2، ادي هنا تيبل سيلز، اجي قبل حرف المانث او الكولوم بتاع المانث واقول له هنا جفرن ريت تاب. انا كده خلصت المعادله دي، اخش المعادله اللي بعديها. يبقى انا كده خلصت المعادلات لاول صف، اسحبها لاخر الجدول بتاعي او لاخر محافظة عندي، وعشان ابقى في منطقة امان لو في محافظات اتضافت بعد كده انا هسحب المعادلة بتاعتي لنطاق تحت شوية. انا كده عندي هنا 80 رو، انا شايف ان 80 رو دول كتير جدا، انا مثلا هكتفي ب 30 كده 42. لاحظ الهنت اللي ظهر على الجزء اليمين من تحت في الرينج اللي عامل سيلكت كده 26، ادي كده 30، ده الرينج اللي انا عايزه. فهبدأ من اول هنا واعمل ديليت للرينج ده كله. انا زي ما بقول الكلام ده كله بس من باب ان يبقى عندي المعادله بتاعتي خلاص مسحوبه وعندي امان لو انا ضفت مثلا محافظه وليكن مرسى مطروح، دقهليه، طبعا عندي هنا منصوره، فيبقى المكان بتاعي جاهز لاستقبال المحافظات الجديده. طيب هنكرر نفس الخطوه، هياخد الحاجات دي هنا كوبي كنترول وسي، واجي هنا اقول له كنترول وفي، وأبص على المعادلة أتأكد إن هي بتبقى مظبوط. هو هنا بيقول لي تشوز ويشوف الليست سي 1 اللي هي الكي بي اي اللي أنا اخترته، أدي ليست سي 1 اللي هي رقم واحد. فهو لما بيلاقي رقم واحد بيعمل إيه؟ ده اللي تشوز بتروح داخلة على أول خلية أنا مشاور عليها اللي هي في الحالة بتاعتي سيلز. طب لو سي 1 دي فيها 2 اللي هي الجروس بروفيت هيجيب لي الخلية بتاعت الجروس بروفيت، ولو السي 1 فيها 3 اللي هي الكوانتيتي اللي اتباعت الكميه اللي انا بعتها هيجيب لي الخليه اللي هي جي 25 اللي هي الكميه اللي انا بعتها. ونفس الحوار بالنسبه للاست يير، بدل ما بيقرا من الكرنت يير بيقرا من عمود بتاع اللاست يير، والمعادله بتتسحب معايا للاخر. برضو زي ما بقول عشان الامان انا هسحب المعادله دي لغايه الاخر عشان ابقى شايف الجزء بتاعي بشكل صحيح. كنترول واي على الرينج بتاعي هوم، وبعد كده اقول له all borders، واجي هنا كنترول وايه اقول له هنا all borders تاني، انا عندي ضايفه في الكويك اكسس تول بار
بحيث انا ابقى عارف النطاق اللي انا شغال فيه واخري فين واقولي فين، لو جيت ضفت حاجه بعد كده ما لخبطش الشيء بتاعي. طيب بعد ما خلصت اجي اعمل سيلكت على الرينج بتاعي، هلاحظ ان انا عندي هنا 30 صف، لكن البيانات اللي فيها شغل او المحافظات اللي عندي عباره عن 12 صف بس، فاعمل هم دول اللي اعمل عليهم سيلكت. وفي فيديوهات لاحقه ان شاء الله هنعرف ازاي اخلي الرينج ده يبقى اوتوماتيك، بحيث ان انا لو عندي محافظتين بس اللي موجودين يجيب لي محافظتين بس، لو عندي اكتر يجيب لي على حسب العدد المحافظات اللي عندي. اجي هنا عملت سيلكت على الرينج واقول له من قائمه انسرت عايز اضيف بار تشارت، فين البار؟ اقول له هنا ريكومندد تشارت واختار اول شارتس واقول له عايز البار واقول له هنا اوكي. هاجي بعد كده هنا انا مش عاوز التايتل ومش عاوز الليجند دوت، انا هدلته. ليه هدلته؟ لان عندي في التشارت الاولانيه انا عندي هنا الليجن دوت هيبقى ثابت على الاثنين شارت، كارنت هير ازرق واللاست هير احمر. واجي اخد الشارت دي كنترول سي احطها هنا كنترول في واسحبها وادوس الت من الكيبورد واخليها على الطرف العلوي من الخليه اللي هي او من العمود بتاع ال، واجي اسحب لتحت شويه وبعد كده يمين يبقى اخري العمود اس. يبقى انا كده زي ما قلنا خلصت المرحله الاولى من تصميم التشارت او الداشبورد بتاعتي. طيب في شويه ملاحظات لازم نبقى واخدين بالنا منها، ان التشارت دي فيها كذا مشكله. المشكله الاولانيه ان هو هنا الترتيب بتاع المحافظات غلط، المفروض انا عايز ابص اول حاجه او اول بار عندي يبقى اعلى محافظه حاصل فيها مبيعات على اساس ان انا مختار المبيعات زي النتيجه اللي هنا، وبعديها المحافظات بالترتيب، فلازم اعمل ترتيب السن اللي هو ترتيب تنازلي للمبيعات. وبعد كده لو لاحظنا جينا اخترنا هنا تريتري هتلاقي ان هو هنا بيجيب لي المحافظات اللي بتنطبق في القطاع الجغرافي اللي هي دلتا، لكن بقية المحافظات اللي عندي في الجدول اللي انا بعتمد عليه في تصميم التشارت ظاهرة والقيمة بتاعتها فاضية. ممكن احنا نرضى بالكلام ده على السن دوت شكل مبدئي، لكن في سبيل ان احنا نوصل لنتيجة اكتر احترافية هنشوف ازاي نعالج الموضوع دوت. فتابعوا معنا ان شاء الله الفيديوهات الجاية، وزي كل فيديو لو في اي اسئلة او استفسارات بخصوص النقط اللي اتكلمنا عليها النهاردة اتمنى ان احنا نسيبها في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله نحلها مع بعض. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتعرف فيه ازاي نعدل الكومبوكس بتاعت السب كاتيجوري بحيث ان هي يتعمل لها ابديت اوتوماتيك لما اجي اختار البرودكت كاتيجوري. فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.